الجزيرة ونقلتها بأمانة ثورات الربيع العربي، وهي ثورات كشفت للعالم حيوية الشعوب العربية وطاقتها الدافقة وطموحها الإنساني. وقد كنا وما نزال نؤمن بأن الإصلاح السياسي السلمي الذي يلتقي فيه الجميع على كلمة سواء هو الذي يخدم الحاكم والمحكوم والشعوب والأوطان، وهو الذي يجنب المنطقة آلام الانتقال والحروب الأهلية المهلكة، وهو الذي يخدم مصالح المجتمع الدولي والسلم العالمي. ولكني أخشى من أن يأتي اليوم الذي تغطي فيه الجزيرة أحداثاً أليمة وجسيمة أخرى في العالم العربي بسبب انسداد الأفق السياسي وعدم الاستماع إلى صوت الشعوب العربية والتباطؤ في قبول مطالبها المشروعة في الكرامة والتنمية والبناء. فلا شك أن روح الربيع العربي ما تزال حية في قلوب الشعوب، وأن الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. وقد قال شاعر تونس أبو القاسم الشابي، وهو شاعر للعرب: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فهنيئاً لشبكة الجزيرة على بلوغها سن النضج وذروة العطاء، وهنيئاً لمجلس إدارتها وجميع إعلاميها والعاملين فيها على مسيرتهم المظفرة المكللة بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.